نظمت وزارة التربية والتعليم الإماراتية محاضرة بعنوان المدرسة الإماراتية في مجلس البطين بحضور حسين الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي، وتنسجم المحاضرة مع رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تهدف لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم. تلبية لهذه التعليمات بدأنا في منظومة جديدة من التعليم. هذه المنظومة مبنية على تعليم ابتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي. يجب أن يكون طالب في دولة الإمارات بنفس مهارات قدرات الطالب في كوريا، في سنغافورة، في أمريكا. جامعاتنا لازم تكون بنفس النهج، بنفس القدرات، حتى نتمكن أن نحن ننافس، نخلق اقتصاد معرفي قوي. هذا الاقتصاد يا إخواني ضروري حتى عيالنا وأحفادنا يعيشون بنفس النعيم والرخاء والازدهار اللي عايشين فيه اليوم. اسمي سالم محمد سالم المنصوري من وزارة التربية والتعليم، إدارة مادة التصميم الإبداعي والابتكاري هي المادة الجديدة اللي تكلم عليها معالي الوزير. نحن في هذه المادة نسعى نخلي الطالب يطبق ما أخذه في كل المواد الثانية ويطبقها عمليا. فهذا السمستر معطي الطالب حقيبتين، حقيبة اسمها إلكترونيكس وواحدة اسمها ديسكفري. الطالب في نهاية السمستر بيقوم بتصميم سيارة يتحكم فيها عن طريق الآيار اللي هو الريموت كنترول، أو يصمم ترافيك لايت. نعم، نحن هني بنعطي الطالب حرية التصميم لنتطور عنده الكرياتيفيتي، ونعطي إلكترونيكس كودينج شو هذا بيسوي، بيطور التكنولوجيا. نحن هني إن شاء الله نسعى أن نوجه الطلاب للصناعة، نوجه الطلاب للهندسة، نبي نقول لهم الطلاب أن الهندسة والصناعة ما هي صعبة.